بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الخاص عن الموسوعة الفقهية الكويتية. لا شك بأن برنامج الوثائقي من الصعب، وأنا قلتها لكم من أول، من الصعب أن نجمع 45 مجلد في حلقة واحدة، يعني برنامج هو مستمر معكم، وإن شاء الله راح نركز في الحلقات الجاية على أمور جدا دقيقة، وإن شاء الله راح تكون ختامها جدا مميز معكم إن شاء الله. اليوم راح نأكد على أهمية الموسوعة الفقهية الكويتية بأنها أصبحت مكتملة الأركان ونتاجا علميا مميزا يضم مساهمات عديدة من علماء الفقه والشريعة، ولكن هذه المساهمات خرجت في مجموعة من أجزاء أخرى. يعني المجموعة اللي احنا راح نذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة إن هناك مشاريع مصاحبة للموسوعة الفقهية الكويتية، ونقدر نقول بأن أهم هذه المشاريع كانت من خلال الموسوعة الأصولية، وهذه تعتبر أحد وأبرز نجاحات الموسوعة الفقهية الكويتية. يعني ولله الحمد بعد ما خرجت الموسوعة الفقهية بأركانها ومكتملة المعالم، ولله الحمد الأربع مذاهب أصبحت في كتاب واحد، يعني الباحث وأيضا الطالب قادر أنهم يخرجون بمجموعة من أفكار جديدة تخدم الموسوعة الفقهية الكويتية وأيضا تخدم العلم والعلماء في العالم الإسلامي. الموسوعة الفقهية لم تراعي أمور رغم أهميتها، من أجل أنها تؤدي الخطة التي وضعتها وكتبت بشكل واضح ودقيق في مقدمة الموسوعة، فهي لا تدخل في القضايا القانونية رغم أن لها التصاق بكثير من الأمور، لا تدخل في القضايا الأصولية أصول الفقه، ونبهت إلى أن ستكون للفقه أصول الفقه يعني موسوعة خاصة. القضايا المستجدة وهي كثيرة جدا، الموسوعة يعني حسنا فعلت أنها تجنبت المستجدات الفقهية، لأن المستجدات تتغير غير ثابتة، ولذلك قد يكون هذا يعني مأخذ على الموسوعة، بعد كذا سنة لابد تغير في الأحكام. مشروع عالمي اللي هو مشروع اللي هو موسوعة النوازل أو فقه النوازل، هذا المشروع تم البدء فيه قبل سنوات، ويهتم بالجاليات الإسلامية في الدول الغير مسلمة، بحيث أن المسلم في الدول الغير إسلامية يحتاج إلى بعض الأحكام، ويحتاج إلى بعض في هناك قوانين قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فيحتاج إلى بعض الفتاوى، يحتاج إلى بعض الأحكام الخاصة بهذا الوضع. فعندنا لجنة الفقه النوازل تم إصدار يعني إنتاج هذه الكتب اللي هو الكشاف في فقه النوازل، هذا الكتيب الكشاف فقه الأقليات المسلمة، هذا الكتيب لفقه لموسوعة فقه النوازل، وكذلك المدخل إلى فقه الأقليات المسلمة تعريف وتأصيل، إنتاج اللجنة عندنا أيضا، بحيث أنها تعتبر مقدمات للموسوعة اللي تهتم بأحكام المسلمين في الدول الغير مسلمة يحتاجون إليها، وأيضا المدخل إلى فقه النوازل تعريف وتأصيل، تعريف وتأصيل، هذه الكتيبات الثلاثة اللي هي كانت مقدمات لمشروع موسوعة فقه النوازل. هذا هو المشروع يعني أحد المشاريع المهمة اللي في لدى الإدارة وشغالين عليها إن شاء الله، بالإضافة إلى مشاريع أخرى اللي هي عندنا معجم لسان الفقهاء، الحمد لله انتهينا من المجلد الأول فضل الله عز وجل، وهذا يعني أحد الإصدارات اللي ترى النور قريبا إن شاء الله. يعني أذكر واحد من المتخصصين في العلم الشرعي يتواصل معي يقول لي ما شاء الله إحنا ما صدقنا أن يعني وزارة الأوقاف حقيقة أنجزت هذه الموسوعة الفقهية، فإذ بكم تفاجئونا بإصدار الجزء الأول من الموسوعة الأصولية. أعتقد الموسوعة الأصولية أحد إنجازات الموسوعة الفقهية، وإن كان الفقه تابع علم الأصول، لكن يعني مثل ما يقولون النجاح يولد نجاح. الموسوعة الأصولية باختصار هي على نفس شاكلة الموسوعة الفقهية من حيث المنهجية، أعني أن يتم تناول مصطلح أصولي ضمن مصطلحات أصول الفقه، ثم تعريفه،
ثم ذكر يعني يعني خلافات إن صح التسمية أو التفاصيل علماء الأصول في هذا الجانب. من بركة الموسوعة الفقهية أنها فتحت لمشاريع أخرى، يعني أحياناً الباحث وهو يبحث يطلع وياه شيء ثاني فيعتقد أنه يحتاج أن يفرد ب يعني مشروع مستقل، وهذا ما ظهر في الموسوعة الفقهية الكويتية. من بركتها أنهم أثناء البحث ظهرت معهم مجموعة من المصطلحات الأصولية، فصارت هذه نواة للموسوعة الأصولية الكويتية، وهذه بشارة لطلاب العلم بأن الموسوعة الأصولية الكويتية ظهرت وطلع الإصدار الأول بفضل الله جل وعلا، الجزء الأول منها، وكانت من ثمرات الموسوعة الفقهية الكويتية. أثناء بحث العلماء في الموسوعة الفقهية الكويتية ظهر عندهم مصطلحات أصولية، فقالوا لماذا لم نفرد لها مؤلفا، وفعلا ظهر هذا الإصدار. كذلك ظهرت بعض ما يتعلق بالتطبيقات في القواعد الفقهية، وهذه كذلك من الإصدارات التي ستصدر قريبا كما سمعت عن الموسوعة الفقهية وعن إدارة الموسوعة العلمية، وهي جاءت تبعا لبركة هذا العمل وهذا هذه الموسوعة. لكن الموسوعة الفقهية ولذلك نقول حرصت على أنها تقف عند القرن الثالث عشر الهجري، لأن العلم تحرر واكتمل إلى هذا القرن، وأصبح هناك ما نسميه يعني المعاملات أو المسمات، يعني الفقه المسمى، يعني يقول مثلا البيع علم مسمى، يعني شروطه وأركانه ومبطلاته وكذا، تحررت واستقرت. فالموسوعة استبعدت القضايا المستجدة، استبعدت أصول الفقه بشكل خاص يعني لهذا، واكتفت بمنهجيتها وهو فقه المعاملات وما قد يقترن به من بعض الجزئيات، لكن دون الدخول في المستجدات أو أصول الفقه أو غيرها. كذلك من الأمور التي تذكر من الإصدارات كما ذكرنا الإصدارات المرئية والمسموعة عبر الحلقات الإذاعية التي ذكرناها والتي وذكرت من قبل، وفيها تسهيل ل يعني هذه الموسوعة ونشر للعامة. بالمناسبة كلمة موسوعة تعني أن هذا الأمر بسط وسهل حتى صار متناولا للجميع، بمعنى أن المثقف العام يستطيع أن يقرأ هذه الموسوعة وأن يطلع إليها. وظهر من إصدارات ومن بركة هذه الموسوعة ظهرت الحلقات الإذاعية للموسوعة الفقهية الكويتية. كذلك ظهرت موسوعة المرأة وقد طبعت في التعاون مع وزارة الأوقاف وجهات علمية أخرى، وأنا أقول أن هذه الموسوعة المباركة هي نواة، بل هي يعني حاضنة لكثير من المشاريع العلمية التي عرفناها والتي لم نعرفها والتي ستظهر مع الزمان. كل ما تجدد الزمان سنرى موسوعات علمية وأعمال بناء على هذا الجهد العظيم الذي ظهر في الموسوعة الفقهية الكويتية. الموسوعة الفقهية الورقية موجودة أيضا على الإنترنت بصيغة PDF، فالطالب في جاكرتا أو في أي دولة من العالم أو في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا أو في فرنسا أو في ألمانيا، إذا لم يكن يستطيع أن يأخذ نسخة ورقية من الموسوعة الفقهية يستطيع من خلال موقع وزارة الأوقاف، بوابة وزارة الأوقاف، هناك صفحة خاصة للموسوعة الفقهية، يمكن أن يحمل 45 مجلدا بصيغة. ثم كذلك أيضا هناك تطبيق أبليكيشن صدر حديثا للموسوعة الفقهية، يمكن أن يتصفح الموسوعة الفقهية من خلال الهواتف الذكية. من خلال حلقتنا اليوم أكدنا بأن الموسوعة الفقهية الآن أصبحت مكتملة الأركان، وأنا أقدر أقول لكم بأنها الآن أيضاً أصبحت نافذة، يمكن للباحث والعالم وأيضاً الطالب المجتهد بالخروج بمجموعة من الأفكار التي تخدم العالم الإسلامي بمشاريع علمية جديدة.
الموسوعة الفقهية الكويتية مفخرة للكويت ودرة إنتاجها العلمي.